السلام عليكم ورحمة الله. أثار مقطع فيديو لإمام الحرم المكي السابق الداعي السعودي عادل الكلباني جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتضمن الفيديو الذي نشره رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ ظهور الكلباني بزي عسكري إلى جانب عدد كبير من الأشخاص يؤدون مشاهد قتالية ضمن اللعبة اليابانية، وبينهم الفنان خالد عبد الرحمن والحارس السعودي الشهير محمد دعيع واللاعب السابق سعيد العويران، قبل أن يظهر الشيخ الكلباني بصفته قائدا في تلك المعركة بينما يقف خلفه جنود. الداعي الكلباني علق على الانتقادات العديدة التي وجهت إليه، حيث ذكره أحدهم بتغريدته التي انتقد فيها الشيخ عائد القرني يوم امتطى صهوة الجواد في إحدى البرامج التلفزيونية، وليكم أبرز تعليق للإمام السابق على مشاركته بالإعلان. ايش تبغى منك فعلا؟ بعض الناس يظن انك يعني انك مسؤول عنه، يقول لك انا سويت كذا وترى كنت المسؤول، تسرق بكره تسال عني، انا مثلا سمعت اغاني ولا سمعت كذا انت بتسرقني. لا يا حبيبي، الله سبحانه وتعالى يقول كل نفس بما كسبت رهينه، يقول لا تزر وازره وزر اخرى. اعطاك الله عقل تفكر فيه وتقدس فيه. انت تؤمن بان الغنى حرام، لا يجوز لك ان تسمعه. مو تقول والله بسمع وبقول فلان قال حلال، لا، تعرف ان الربا حرام، ما تجد والله قال فلان ان الربا حلال، ما ينفع، هذه العذار ما تنفع. كل نفس بما كسبت رهينه، يعني على المبدا السعودي دائما دبر عمرك يوم القيامه، دبر عمرك، ما تقول فلان اضلني، فلان لعب علي، فلان ما ادري ايش. لا، في محاورة أهل النار يقولون ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال الله سبحانه وتعالى لكل ضعف، لكن لا تعلمون كلكم سواء يعني.